اهلا بكم. النهارده هناخد الليسون الثاني في يونت 2 اللي هو بيتكلم عن حاجه اسمها لايك الجبريك تيرمز. الليسون بتاع النهارده سهل جدا 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 اللي ابعد مما تتخيل خالص، يعني حاجه تافهه جدا وفي نفس الوقت مهمه جدا جدا جدا. ان انا زي ما قلت لك برده في الحصه اللي فاتت ان انت بتاخد اساسيات الالجبرا. تعالوا كده نشوف الفكره دي او الدرس ده بيتكلم عن ايه. اول حاجه لازم نفرق ما بين حاجتين، حاجه اسمها لايك تيرمز وحاجة اسمها unlike terms. تعالوا نعرف يعني ايه like terms. like terms يعني لما اجي اقول لك مثلا algebraic term اللي احنا اخدناها في الفيديو اللي فات بيكون جايب لك like terms، يعني terms شبه بعضها، زي مثلا هنا 2a و a وكمان negative 5a. هتقول لي بص ده مش شبه بعض خالص، لا هنا شبه بعض واسمها likes يعني شبه بعض. هتقول لي شبه بعض من ناحية ايه؟ انت عندك هنا 2 وهنا 1a وهنا negative 5a، يبقى فين بقى اللي شبه بعض فيهم؟ احنا هنا بنحكم على الترمز ان هي هتكون likes او unlikes عن طريق الايه؟ الفاريبل، عن طريق الفاكتور اللي هو اللي عليه الحرف ده. هنا كل سيبك من الكوفيشنت، انا مش دعوه بالكوفيشنت خالص، الكوفيشنت ما هياش مقياس عندي خالص. الحاجه اللي هتقول لي ان ده likes او unlikes زي مثلا الايه؟ الفاريبل او الفاكتورز اللي هو الحرف ده اللي هو الـ A. خلينا متفقين ان كلهم بينتهوا بالـ A، بالفاريبل A او الفاكتور A، يبقى 2A وهنا A والنيجاتيف 5A. كمان اكزامبل، لما اقول لك مثلا 2x باور 2y وكمان عندك 4yx باور 2، الاثنين دول لايكس. لا 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 استنى يا مستر، استنى استنى ايه؟ لا 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 ايه بس ايه بس؟ لا 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 ايه؟ مش شبه بعض خالص يا جدع. اهو مستر انت مش شايف اهوت، اولا عندي هنا اكس باور 2 واي وهنا واي اكس باور 2، لا شبه بعض يا مستر. مش شبه بعض؟ لا شبه بعض. ازاي ده هنا جاي الاكس باور 2 الاول وهنا جاي الواي؟ ما هو لو بدل عادي مش مشكله، بس اهم حاجه ان هنا اكس باور 2 وفي برده في السكند تيرم ده برده اكس باور 2، هنا واي وهنا برده واي، يعني ما فيش اختلاف عادي. لا خالص ما فيش مشكله خالص. مش هنا عندك اكس باور 2 هنا اكس باور 2 وهنا واي وهنا واي، يبقى كده لايكس. تمام كده؟ تمام. طب تعالى نشوف بقى unlike term. unlike term يعني مختلفين بقى معروفه. لما اجي اقول لك مثلا 2x والنيجاتيف 3x باور 2، هنا في اكس والاكس ده باور 1 وده اكس باور 2، يبقى يعني مش هتنفع. كمان اكزامبل، لما اجي اقول لك 4x باور 2 ممكن كمان 5xy باور 2 او كمان y باور 2، هنا مفيش حاجه شبه الثانيه خالص، الفاكتورز هنا كلها ديفرنت مختلفه. طيب السؤال بيجي يا مستر، السؤال بيجي يا سيدي، بيجي يقول لك فايند ذير ريزلت او الناتج. يجي يقول لك مثلا 3x بلس x equals 3x بلس x equals، ها؟ هتقول لي ما هو ايه؟ انت عندك هنا الاكس ديت، الاكس دي قدامها 1 بس ايه؟ معمولها هيدن مختفيه كده، ما بتتكتبش يعني. زي ما قلنا قبل كده ان هي كمان باور 1 بس برضه ما بتتكتبش. يبقى هنا 3 وهنا 1، يبقى 3 بلس 1 ايكوالز 4، 4 واحط الايه؟ الفاكتور اللي هو الاكس بس. يعني بس كده؟ بس كده. طب يا مستر مش هتبقى اكس باور 2؟ لا، الكلام ده في الملتبلاي لسه هناخده. خلي بالك في البلس والماينس الفاكتورز اللي هي الفاريبلز ديت بتيجي زي ما هي، بتجيبها زي ما هي، مفيش فيها اي، بتجيبها زي ما هي، بتجيب واحده منها بس، ما تقولش بقى باور 2 ولا باور 3 ولا الكلام ده خالص. طب كمان اكزامبل كده 3x بلس 2x ايكوالز، ها 3 بلس 2 اهم حاجه اللي هنا ليه النمبرز او الكوفيشن 5 5a 5x بس كده، ده مساله اهي، ما مساله خالص. طيب كمان اكزامبل 4z ماينس 11z، سيبك خالص من الزد، خلينا في النمبرز 4 ماينس 11 هتقول لي 7، عيب عيب. لا يا مستر 7 عيب، نيجاتيف 7، بحط الساين بتاعت البيجر 4 ماينس 11 ايكوالز نيجاتيف 7 زد بس كده. طب هنا بيقول لي 2a بلس 3a ماينس 4a، ها تعمل ازاي؟ برضه ناخد النمبرز 2 بلس 3 5، 5 ماينس 4 1، 1a وال1 ما بتتكتبش. طب هنا برضه كمان اكزامبل نيجاتيف 3a باور 2 بلس 5a باور 2 ايكوالز، ها حلها انت بقى، وقف الفيديو كده وحلها انت. تمام اكسلنت، ها يبقى ايه؟ 2a باور 2 ممتاز، 2a باور 2 يبقى نيجاتيف 3 بلس ال 5 هتبقى هنا سبتراكت تبقى 2، وبنحط الساين بتاعت البيجر اللي هو المين؟ ال 5،
هيبقى بوزيتيف 2 والبوزيتيف ما بتكتبش A power 2. تمام كده؟ تمام يا مستر. يعني خلاص؟ خلاص؟ فهمت؟ اه فهمت. طيب تعالى كمان ناخد ايه؟ فكرة جديدة. لما يجي يقول لك بقى ايه؟ ودي طبعا بتيجي كتير بقى. Subtract subtract y power 2 from negative 3 y power 2. ايه؟ Subtract y power 2 from negative 3 y power 2. على فكرة دي انت اخدتها في grade 6. مفروض يكون انت اخدتها. أولا هنا قال لك ايه؟ Subtract صح؟ صح. هنحط هنا في النص هنا ايه؟ علامة Subtract. Minus. في مشكلة؟ لا. طب لو كان قال لي ادي بقى اكيد يعني بلس ايه الذكاء ده؟ سبتراكت يبقى نحط ايه؟ ماينس. ماشي خلي بالك ايه؟ خلي بالك ايه؟ خلي بالك ايه؟ اللي بعد فروم بيجي الاول. اللي بعد فروم بيجي الاول. الترم اللي بعد فروم بيجي الاول اللي هو ايه؟ نيجاتيف 3 واي باور 2 ده نكتبه الاول. ده يتكتب الاول نيجاتيف 3 واي باور 2 ماينس هنحط بقى السكند ترم اللي هو الواي باور 2. بقت مسألة عاملة زي اللي جنبيها. ها نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 يديك ايه؟ نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 هنا الساين هنا ايه؟ لايكس اهو فهنعمل سم هديني 4 واحط اشاره الكبير اللي هو النيجاتيف هيبقى نيجاتيف 4 واي باور 2 ما تقوليش واي باور 4 بقى عيب عيب يبقى 2 بلس 2 ايكوالز الايه؟ ما تقوليش بقى واي باور 2 واي باور 2 يديني واي باور 4 لا ناخد منها واحده بس كمان اكزامبل يجي يقول لك سبتراكت نيجاتيف 6 اكس واي فروم 9 اكس واي سبتراكت هنحط ايه؟ ماينس ماشي اللي بعد فروم بيجي الاول هو مين؟ 9 اكس واي نكتبه هنا في الاول 9 اكس واي بعد كده السكند تيرم نيجاتيف 6 اكس واي هم كاتبها هنا جنب دي جنب الماينس نيجاتيف 6 اكس واي اوبا ايه ده انت عندك ماينس وماينس يتشقلبوا يبقوا ايه؟ بالظبط يبقى بلس او بوزيتيف بلس بلس يملى بلس بقت 9 بلس 6 ايكوالز 15 15 xy ها الاخبار سهله سهله مستر تمام ناخد كمان فكره expression جديده what is the increase what is the increase negative 2x of negative 5x الاكسبريشن بتاعت increase دي برضو معناها ماينس الاكسبريشن بتاعت increase دي برضو معناها ماينس يبقى نحط هنا برضو ماينس قلت له بس يا مستر بقى خلاص انا فهمت ايه هتعمل ايه خلاص ما فيش مشكله يعني نبدا بقى من عند negative 5x ونحط الرقم التاني غلط من لا كده أنا اللي بقول من عند أنت بتهبط كده. طيب ده اسمه هبط. What is the increase of لما يجي يقول لك الاكسبريشن بتاعت increase increase أها ما بقى بدلش بجيب الأولاني زي ما هو الأولاني والتاني هو التاني الفيرست تيرم بيجي زي ما هو والسكند تيرم بيجي زي ما هو. طب ليه يعني؟ هقول لك ليه increase دي يعني زيادة. هتقول طيب ما increase زيادة دي يعني بلس. لا. هتقول لا هي بلس لا. ليه بقى؟ لما أجي أقول لك مثلا يعني مثال بسيط كده انت معاك مثلا ايه؟ مع 10 جنيه 10 باوند اخوك معاه كام؟ 7 جنيه اقول مثلا يعني عشان ما تتريقش 7 جنيه يبقى مين الاكتر؟ هتقول لي انا بقد ايه؟ انت ازيد من اخوك بقد ايه؟ ازيد شوف شوف اللفظ ازيد منه يبقى انت ازيد منه بقد ايه؟ بثلاثة يبقى انت عملت ايه عشان تطلع مقدار الزياده؟ عملت سبتراكت هي دي برضه نفس الفكره وات ذا انكريز اوف يعني مقدار الزياده عشان تطلعه يبقى بنعمل ماينس وما بدلش بنجيبها زي ما هي increase دي ما بدلش زي ما هي negative 2x minus minus ايه negative 5x عندك هنا negative و negative تتقلب تبقى ايه تعملها change كده يبقى ايه positive او plus بقت negative 2 plus 5 او 5 minus 2 equal 3 بالpositive 3x ورب تكون فاهم طيب هنا بيقول لك what is the decrease of negative 3ab of 2ap decrease decrease يعني ينقص عن دي بقى اللي ممكن نقلبها نبدل نحط ماينس decrease يعني ينقص مقدار النقصان يعني يبقى نحط ماينس وبنبدا من هنا من عند مين بعد الاوف في الديكريز بس بنعمل كده خلي بالك 2ap 2ap ماينس ماينس مين اللي هو السكند تيرم نيجاتيف 3ap يبقى نيجاتيف 3ap هنا النيجاتيف والنيجاتيف بتبقى ايه بوزيتيف يبقى 2 plus 3 equals 5 5a 5ap 5ap تمام لو جه قال لي هنا reduce to the simplest form reduce to the simplest form 3a plus 2p plus 5a plus 4p طيب يعني ايه؟ يعني طلع لي الريزلت طيب ما ازاي يعني؟ ما زي المساله اللي فاتت بس الفكره انه عامل لك ايه؟ جايب لك حاجتين في بعض ازاي يعني؟ يعني هتجيب اللي شبه بعضه هنا هتجيب مثلا هنا عندك هنا a وهنا عندك a a يجيبهم مع بعض
يبقى 3a plus 5a يديك ايه؟ 8a. او كده هنا برضو 8a بس. خلاص كده. و 2p plus 4p يديك ايه؟ 6b او plus 6b بس. حاجات هبلة. طيب كمان example 2x minus 4y minus 9x minus 3y هنجيب مين مع مين؟ ها ال 2x مع مين؟ مع negative 9x او minus 9x يديك ايه؟ 2 minus 9. ايوه مش عارف يا ابني فكر برضو مش عارف. 2 minus 9 يديك negative 7. انت لسه بتغلط في الساينز ليه؟ لسه بتغلط في الاشارات ليه؟ 2 minus 9 equals negative 7x. طيب negative 4 negative 3 negative 4 negative 3 هنا دول شبه بعض لايك سوا يبقى نعمل سم دي كام 7 ونحط السنة الموجودة بتاعت البيجر بتاعت الجريتست اللي هو النيجاتيف هيبقى نيجاتيف 7y نيجاتيف 7y تمام كده تمام. اخر اكزامبل معانا بيجي يقول لك ايه 5x plus 4 minus 3x power 2 minus 6x minus 7x power 2 minus 1. يا نهار ابيض يا نهار ابيض انا كان مالي ومال الحاجات دي يا ابني حاجات بسيطه حاجات بسيطه. هتقولي ماشي يبقى انا هبدا بقول 5x minus 6x. لا يعني معلش بس انا اسف يعني هنتعبك شويه معلش انا جاي عليك الايام دي يعني هنبدا بالx باور 2 ليه يعني ما نبدا بالبيجر بالجريتست ديجري معلش معلش انا اسف يعني. يبقى هنا عندك نيجاتيف 3x باور 2 معاها مين؟ نيجاتيف 7x باور 2 وطبعا الاثنين دولت ايه؟ لايكس لايكس في نيف الساين يبقى هيكون هنا نيجاتيف 10 x باور 2 نيجاتيف 10 x a باور 2 براحه خلاص كده. بعد كده هجيب مين؟ هجيب 5x معاها مين؟ معاها ماينس 6x. 5 ماينس 6 يديك ايه؟ ها 5 ماينس 6 يديك ايه؟ ماينس 1 وبرضه ما كتبش 1x يبقى ماينس 1ax. والريمندر عندي هنا كمان 4 ماينس 1 في الاخر هنا 4 ماينس 1 هيكون ايكوالز الايه؟ 3 هيكون ايكوالز الايه؟ 3. يا رب تكون استفدت وفهمت ولو في اي مشكله قابلتك اكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.